يعني اتطور بقى ايه؟ يعني ده شغل الثوره الرابعه اللي جه اوصل يعني هو كده بيتطور؟ الزومبي بيبقى ازاي بقى يعني؟ تمام عايزين نعمل ميكنج يا جماعه حبوبه حبوبه نجيب الاستوديو اثناء التصوير الناس كلها بالشباشب عايز تعمل محمود هذا معمل الانتاج واحده للليل لا ده بتاعك انت محمود المودلر تقول كلمه حضرتك حبوبه 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 وليد باشا من الناس الانيميتور اللي جاي من بيكسار مخصوصة زي المسلسل تعالى يا مستقبل فينا قوي وابو حبوبه اللي اتبهدلنا وحبوبه اللي قدامك وأستاذ هيثم المخرج المخرج تحب اقول والله الحمد لله احنا ربنا قدرنا ان احنا خلاص الجريمه ديت وعلى خير فضلنا حلقتين بس وان شاء الله بعد ذات بين خلاص اخر حلقه ورب الاتباع ايوه ومع السلامه بقى تعالى كده ما اقدرش اتكلم عن المسلسل عشان اكتئب